طيب ياسمينة بتقول حلمت ان اتقدم لي شخص مستواه اعلى مني وانا مش عاوزاه عشان بحب واحد والمفروض قربنا نتجوز، وفي واحدة اسمها هناية بتقول هي لي حلمت كده، حلمت ان في حد غني يتقدم لها وهي رافضه عشان بتحب بتحب واحد واحد. ده حلم الغياب. والمفروض اننا قربنا نتجوز، وفي واحدة اسمها هناء بتقول لي مالك كنت بزغرت، انا ما اعرفش انا فرحانة ولا زعلانة، والمفروض نزلت معاه هو واخواته اشتري حاجات، عديت على محل جزم لقيت سابه ب 16 جنيه سابو سابه 16 جنيه، جبت اتنين ب 32 وقلت ده رخيص بس كعبه عالي، قلت هكسره شوية بس هم ما عجبهمش وقالوا ايه ده، قلت ده اللي عاجبني انا حرة وزي ما اكون بطفشهم، الالوان كانت كافيه وكشمير. بص يا حبيبتي، ده واضح طبعا انها بتحب واحد وهو مش سائل اصلا. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ان بص لما تيجي افكار للبنت كده في قصة درامية بعينها، اعرف ان البنت دي في سن 17 18 سنة لا تتعدى. خدت بالك ليه؟ لان دول بيعيشوا في فترة وردية كده، ان جاني خطفني على حصان ابيض وجري والقصص دي كلها. بصي، وبعدين هكسر السابو مش عاجبهم ومش عارف ايه، هو هيجي اللي انت نفسك فيه او انت هتلفتي نظره اللي هي نفسها فيه ده، بس هو شويه مش مناسب ليك، مش هيجي. لا، مش هو هيجي. متعالي شو متعالي شويه، مش هيجي، لان قالت انا هكسر يعني هتحاول توصل له. خدتي بالك؟ هيجي واحد تاني وهما الاثنين مش عاجبهم. اصبري، انت لسه صغيره على فكره، فما تقعديش تفكري في موضوع الجواز ده كتير.